مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبقى أجواء صيفية تميز يوم الغد بحول الله كافة أرجاء الوطن. وما يميز هذه الفترة هو الخلايا الرعدية الموسمية التي ستنشط كل ظهيرة على كل المرتفعات الهضاب العليا لما نقر عود احتمال أمطار محلية. نفس الأجواء ستشهدها مناطق الجنوب الغربية أقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهوغار وتسيلي حتى بشمال الصحراء احتمال أمطار محلية خاصة بصورة وأقصى الجنوب، بينما تبقى أجواء مشمسة على العموم بالجنوب الشرقي إلى غاية الصحراء الوسطى. الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 20 إلى 25 درجة على كل المناطق الشمالية، 25 درجة أيضا منتظرة بتمن راس، 28 بجانات وتندوف، بينما تتراوح ما بين 30 إلى 33 درجة بشمال الصحراء الجنوب الشرقي الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد تكون معتدلة بسواحل الوسطى والشرقية، مقاييس ما بين 30 إلى 31 درجة، 35 درجة بتيزي وزو، ترتفع بسواحل الغربية لتقارب 36 درجة بوهران، 39 درجة بتلمسان، نفس المقياس بغليزان ومعسكر 38 درجة. بالنسبة لباتنا ما جنوبا 35 درجة بثمان راس، تبقى أجواء حارة تفوق 40 درجة بكافة مناطق الجنوب الكبير لتصل محليا إلى 47 درجة تحت الظل بالصحراء الوسطى. فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب نحو سواحل الوسطى والشرقية، رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات بسواحل الغربية تكون غربية جنوبية غربية على سواحل الوسطى والشمالية شرقية بسواحل الشرقية، درجة حرارة مياه البحر تقارب 22 درجة مئوية. أما بالنسبة للقارة الأوروبية الأجواء ستبقى مشمسة أيضا بجنوب غرب القارة بمدريد ولشبونة مع 30 درجة، 30 درجة أيضا بروما لكن مرفوقة بأمطار محلية، 25 درجة منتظرة بباريس مع أجواء مشمسة على العموم، نفس الأجواء بفيينا مع 29 درجة، مشمسة تماما بإسطنبول ب 28 درجة، بينما غائمة بلندن ب 20 درجة، غائمة مرفوقة بأمطار ببرلين ب 21 درجة، نفس الأجواء بكييف مع 25 درجة مئوية. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود 5 صباحا و 32 دقيقة، أما الغروب على 8 مساء و 10 دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة.